ده انا بقول لك نموذج. يعني هل احنا الاهلي هو اللي بيضغط؟ هل الاهلي اللي بيخلي الاتحاد بيشتغل كرد فعل عشان يرضيه؟ هل الاهلي الذي كان وراء تغيير اكثر من 3 رؤساء لجان وكان بيطلب تغيير ويتغيروا واخرهم الكابتن رضا البلتاجي؟ الواقع بيقول غير كده. فمن اين جاءت التلاسن على بطولات الاهلي وعلى مجامله الحكام للنادي الاهلي؟ لكن دي تفاصيل هنرجع لها بعدين، مش هو ده الهدف النهارده. بس كويس ان المخرج جاب لنا فكرنا باللقطه دي. كمان مثلا موضوع نادي القرن اللي كل شويه اول ما يلاقوا الدنيا هدت وسكتت ومحدش بيتكلم يروحوا طالعين مشوشرين فيها، مع انها قضيه يعني اللي بيتكلم فيها عارف انها محسومه وعارف ان هو بيتكلم لا يستند الى اي اساس علمي فيها او واقعي. ها حاجات مستفزه صحيح، وهتيجي في كل دي هتيجي في معادها. لكن انت نفسك كان في قضايا بتقول لي لو انا موجود كنت هعمل فيها حاجه، ضروري في حاجه استفزتك. يعني انا الحقيقه في الفتره اللي كنا فيها ما بنطلعش في ملك وكتابه كانت مستفزاني جدا المكالمه او التصنيف اللي عمله الكابتن احمد الطيب المعلق الرياضي في تعليقه على مباراه الزمالك وينبي، فكره تصنيف الفنانين. اوكي تصنف الفنانين براحتك، لكن الايحاء بالتقليل من الايمج او قيمه او صوره النادي الاهلي بربطه بفنانين شعبيين، انا اعتقد مساله كان فيها كتير جدا من النيل من صوره النادي الاهلي يا باشمهندس. لا لا خالص. لو النادي الاهلي اللي بيعرف مخرجنا عايز يفكرنا باللقطه. طب يفكرنا بس، اصل النادي الاهلي ما حدش عارف ينال منه. نفتكرها وبعد كده نعلق. والفنانين وارتباطهم بالانديه سواء مطربين او ممثلين، كابتن عادل امام او عادل امام ممثلنا الكبير طبعا اهلاوي عظيم وياما عمل ومثل افلام فيها كوره. فاكرين فيلم الحريف؟ فاكرين فيلم الحريف لعادل امام؟ وعارفين فيلم الهلفوت اللي كان عمله عادل امام، واحد من اروع افلامه واكثرها تاثيرا على المجتمع في ذلك الوقت. عادل امام فنان كبير اهلاوي عظيم. وكتير شفنا طبعا هاني شاكر امير الغناء العربي والكينج محمد منير والهضبة عمرو دياب. مع الاهلي بقى في شعبان عبد الرحيم، في عبد الباسط حمودة، في سعد الصغير، اسماء برضو ليها شعبية وليها مكان، ايهاب توفيق. فالحقيقة الفنانين وارتباطهم بالاندية دايما بيدي نوع من الشعبية ليهم طبعا. شوف يا باشمهندس، انا طبعا يعني مانيش موافق على المعالجه اللي تمت بيها وقتها المشكله بين الكابتن احمد الطيب والكابتن احمد شوبير. كل المعالجات اللي حصلت يعني ما ينفعش لا دي تخص، معلش يعني تخص الاطراف. لكن ان انا احاول اقصر او اوحي انه شعبيه النادي الاهلي ملتصقه او مرتبطه بفنانين شعبيين لهم طبعا كل الاحترام والتقدير والحب. الاهلي نادي الشعب، نادي الشعب بكل فئاته ومستوياته وانتماءاته وكل اوضاعه الاجتماعيه. لكن ما هو برضه ما تقالش ان ام كلثوم ولا عبد الحليم حافظ اهلاويه. ده ام كلثوم ودي هنعرضها، ما اعرفش اذا كانت مش جاهزه النهارده. ام كلثوم قلدت وسام الكمال من الملك فاروق في حفله في النادي الاهلي. النادي الاهلي ليله العيد في اغنيه ليله العيد. صحيح. وشكرت الملك يعني ام كلثوم. لكن عايز اقول لحضرتك عبد الحليم حاجة. صحيح. وفريد شوقي صحيح. يعني لكن هل بترتكب يعني قيمه الانديه من قيمه اللي بيشجعوها؟ ايوه هي دي. اي كيان اي مكان الناس بتشجع لانه قيمه، كلما زادت قيمته كل الاطراف تفخر وتسعد بما فيها الشعبيين طبعا ان هي منتميه اليه. لا يمكن المكان اللي بيشرفنا يعني انتمائهم للنادي الاهلي بالظبط. يعني هؤلاء الفنانين كلهم يفخروا ان هم منتمين لنادي الزمالك، مش نادي الزمالك اللي يفخر بانتمائه ليهم لانه ده كيان. النادي الاهلي ككيان وكقيمه عظيمه في المجتمع كل هؤلاء يفخروا ان هم اهلاويه، مش النادي الاهلي هو اللي يفخر انه فلان وفلان اللي بيحبه. كلما زادت قيمه وروعه وعظمه المكان زاد فخر المنتمين اليه وارتباطهم بيه. انما ان انا اعكس الوضع وابقى مجرد ان انا الكيان الفلاني
بيفخر انه فلان وفلان بيحبوه، لا انت كده بتصغر حجم الكيان وبتخلي الافراد هم اللي بيضيفوا او هم القيمه المضافه للمكان. المكان هو الاساس، الكيان هو الاصل، والمرتبطين بيه هم اللي يفخروا بكده. عشان كده كانت المساله فيها ايحاء وفيها نوع من الغمز على نوعيه جمهور النادي الاهلي. لا يا جماعه، النادي الاهلي يفخر ويسعد انه نادي الشعب، نشا في احضان الحركه الوطنيه، نشا لاسباب وطنيه، نشا لحاجات كتيره جدا. المهندس عدلي لما قال لكم الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، الاهلي بيكسب لانه عظيم. العظمه هي التي تصنع الانتصارات، وليس الانتصار هو من يصنع عظمه الاهلي. الانتصارات حتى في الكرة او في كل الرياضه جزء من عظمه هذا النادي اللي الكل بيفخر ويسعد بيه، لدرجه انه حتى في التصنيف العالمي انت بتتكلم لغايه الشهر اللي فات الاهلي اللي بينافس ريال مدريد وبرشلونه في الاكثر تتويجا على مستوى العالم. لا بس ريال مدريد سبق الاهلي. اه ريال مدريد سبق الاهلي ازاي؟ صحيح. يبقى الاهلي كده كخ. ايوه. ما علينا. بص يا استاذ ابراهيم، اه انت قلت الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، الاهلي بيكسب عشان عظيم. لا انا برد ما قلتك. اه لكن هو ده مفتاح هيبقى معانا على طول. جزء من عظمه النادي الاهلي ان هو الرائد حتى على في المنشآت، انه الرائد في الافرع، انه الرائد في مساحه وحجم جماهيره. فجزء من رياده الاهلي وقوته وعظمته اللي هناخدها بعد تقرير الجمهور هو ارساد الاهلي اللي احنا عاملين مفاجاه هيشوفوها معانا، وهنكلمهم كيف بدأ تنفيذ هذا الحلم.